بين اتحاد عمال تونس والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، كانت أول فكرة لإنجاز أول ملتقى نقابي للمرأة العربية العاملة لتختار تونس لتكون أول محطة لاحتضان هاته العربيات العاملات في مختلف الدول العربية. لأننا عندما فكرنا في هذا في عقد هذا الملتقى وبحثنا عن المكان، وجدنا أنه أن تونس هي من أنسب الأماكن لعقد هذا الملتقى لجملة من الأسباب. أولا لأن تونس بادرت بتفجير الثورة العربية، ثانيا أن تونس تاريخها في مجال حقوق المرأة تاريخ ناصع، ثالثا بأننا لمسنا بأن هناك تراجعات عن بعض حقوق ومكاسب المرأة في تونس مثل ما في بقية البلدان العربية، رابعا أن في فضاء رائع لأن يتحدث الإنسان بحرية في تونس. لجملة هذه الأسباب يضاف إليها استعداد إخواننا في اتحاد عمال تونس للاستضافة، هذا مكننا الحقيقة من أن نجمع كل هذا العدد من المناضلات النقابيات العربيات لهذا اللقاء وللبحث في كيفية تعزيز حقوق المرأة والحفاظ على المكاسب. بالطبع هذا سيدارس لمدة 3 أيام، يوم أربعة اليوم وغدوة وبعد غدوة، 3 أيام سيدرس العديد من النقاط في جدول أعماله وسيخرج بتوصيات، هذه التوصيات ستوزع على المنظمات القطرية ومنظمة العمل الدولية والعربية، وبش تكون هي زادة أيضا حماية للمرأة العاملة بصفة عامة. من أجل تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية تجمعت هذه العاملات بالفكر والساعد، تجمعت العربيات من المحيط إلى الخليج، جئنا إلى تونس ليبحثنا ما يهدد حقوقهن وليبحثنا طريقة التصدي لهذه التهديدات. ونحن الآن بصدد المحافظة على ما اكتسبناه والنضال من أجل مكتسبات جديدة. المكتسبات الجديدة باش تجينا بالنضال بطبيعة الحال، باش تجينا بالصمود، باش تجينا بالافتكاك. لماذا الافتكاك؟ لأن بدأنا نحس أن نفتقد شيئا مما كسبناه، ولكن هذا لن يمر ولن نسمح بذلك كمرأة تونسية ريادية في النضال وفي تواجدها في الحركات السياسية، في تواجدها في الحركات النقبية. المرأة لا زالت تبحث عن حقوقها وما زالت لها حقوق مهضومة، يعني بالرغم من وجودها الكبير يعني في القوة العاملة في كل القطاعات المختلفة من قطاع عام وقطاع خاص وقطاع غير منظم، ولكن هنالك نلقى يعني في فجوات كبيرة في فرص العمل ما زالت موجودة في الحقوق وفي الواجبات بالنسبة للمرأة، هنالك عنف ضد المرأة في مواقع العمل المختلفة والأمثلة كثيرة جدا جدا، وأيضا من خلال القوانين والتشريعات العمل المختلفة نلقى تمييز يعني واضح بالنسبة للمرأة رغم وجودها ومساهمتها في التنمية يعني الاقتصادية في كل معظم دولنا العربية. نحاول إن هي تبقى مشاركة فعلية، إن هي صوتها يوصل، إنها تبقى قريبة جدا من العمال في المصانع، تبقى قريبة جدا في الشركات، بحيث إن هي أقدر حد تقدر توصل صوتها لمجلس إدارة الشركة أو مجلس إدارة المصانع، هي لازم تبقى قريبة جدا من العاملين، فبتقدر توصل فكرتها أكتر من الرجل كمان. ملتقى حضرته أكثر من 10 دول عربية وعديد المنظمات والجمعيات المهتمة بالمرأة، حضرته أيضا النقابية الفلسطينية ونظيرتها السورية. المرأة بشكل عام بسوريا أخذ حقوقها كلها، وكنا من دائما نتمتع بحقوقنا في جميع هذه السنوات الماضية بظل قيادة رئيسنا بشار الأسد الله يخلي لنا إياه. قبل الأحداث تعرف المرأة بسوريا أخذ كل حقوقها، ما أنا بحاجة للطالب بشي، حتى وصلت صارت وزيرة وصلت. أما اليوم
ما زالت تتمتع بحقوقها التي اكتسبتها ولم تتنازل عنها ولم تسرق منها، ولكن تعاني الآن من الإرهاب الذي جعلها تفقد أبنائها، تفقد زوجها، انتهاكات حقوقها بسبب الإرهاب، ولكنها صامدة وسنبقى صامدين. بذمتها أنقل إن عن صمود المرأة الفلسطينية، عن تحديات المرأة الفلسطينية، عن تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية ودعم للمرأة النقابية أينما وجدت، وأن ننقل خبرات المرأة الفلسطينية إلى النقابيات في الأقطار العربية لنستمد من بعضنا القوة. نحن ليس منعزل عن النقابية بالجزائر ولا ليس منعزلين عن النقابية من تونس، نحن أخوات ونكمل بعضنا ونحن سلسلة واحدة بجميع الأقطار العربية، تبدأ بفلسطين وتنتهي في الجزائر، تبدأ في فلسطين وتنتهي بتونس، نحن سلسلة ولا يقطع أحبالنا ولا أوصالنا أي إنسان. ملتقى الأول للمرأة العربية العاملة كرم أول امرأة عربية نقابية في منصب بالأمانة العامة للاتحاد العربي للبنوك والتجارة والمالية التونسية نسرين الوسلاتي، تعد بأن تكون سندا للمرأة التونسية والعربية. تم اختياري أذيك في ديسمبر، كان فما مؤتمر للأمانة العامة للاتحاد العربي للمصارف، وأحنا كتونس مترشحة ككاتبة عام جامعة للبنوك، وكان حابين تدخل المرأة لأول مرة للمكتب التنفيذي، معناها الأمانة هذه عمرها ما كان فيها مرأة، حبوا معناها بعدها الربيع العربي وكل المرأة تدخل للمكتب التنفيذي، والحمد لله كانت تونس هي المشاركة، وكنت أنا خاطر من تونس مشاركة امرأة، فكنت أنا العضوة الجديدة في المكتب التنفيذي الاتحاد العربي للمصارف. حملني مسؤولية على نطاق تونس، صورة تونس، وعلى نطاق العربي، معناها إن شاء الله نساندوا المرأة ونعزوا حقوقها، معناها وتكون المرأة إن شاء الله مشاركة في كل بقعة إن شاء الله يا ربي. تتواصل أشغال الملتقى الأول للمرأة العربية العاملة لتؤكدنا خلاله ضيفات تونس أن كل الملفات الحارقة المتعلقة بالمرأة العاملة ستوضع على الطاولة لتدرس وترفع فيها توصيات ستعمل كل واحدة من موقعها فيما بعد على تفعيلها على أرض الواقع.